الامتحان في المنام على ابتلاءات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت طلعت معايا قبل كده رقم صح؟ نعم صحيح، الاعراض اللي عندك خفت ولا ما خفتش؟ خفت. نعم صحيح، الحمد لله بفضل الله. طيب ايه بقى اللي موجود لسه باقي عندك كده ان شاء الرحمن؟ تعرفي تقولي لي؟ موجود لكن هو نشاطه قل في الجسد، لكن موجود. بص انا عايز اقول لك على حاجه، صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. في حاجة لازم إن إحنا ناخد بالنا منها لما بنكون بنتعالج بالقرآن، تمام؟ أنت مصابة بالسحر والشيطان ده موجود في جسمك بقاله كام سنة؟ أنا اكتشفته من 7 سنوات، لكن كان عندي تعطيل الزواج من قبل ما أتزوج، يعني أنا متزوجة من 11 سنة، تمام عندي تعطيل زواج قديم جدا يعني، ف تمام ما كنت ما لا ما كنت أعرف إنه في كان عندي هذا الشيء من قبل. فدركت نفسي لما صارت تتكرر علي الأحلام، وعرضت نفسي على راقي فحكى لي إنه عندك سحر قديم جدا، تمام وهو يعني بلشت أفكك نفسي شوي شوي، لكن مش قادر 100% أتخلص منه. طيب جميل جدا. انت دلوقتي تقولي لي، تقدري تقولي لي يعني الاحلام اللي انت كنت بتشوفيها كانت عباره عن ايه؟ بس تعالي شويه عشان بس ابنك ما يبانش في الكاميرا، دري يعني ده يجيب بنفسك. تمام. تقدري تقولي لي الاحلام اللي كانت موجوده اللي انت كنت بتشوفها كانت عباره عن ايه؟ أحلام كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا، يعني كلاب، قطط، من مقابر، ضمنها ثعابين، حاجات. نعم من ضمنها ثعبان كان يعضني أنا وزوجي، من ضمنها كانت قطط، يهود، كنت أحلم بيهود، أيضا تحرشات جنسية، أيضا خلي كلام عليهم خفيف. أيضا تمام. تحرشات جنسية، أيضا أرى امرأة ضخمة تطعمني إطعام منامي، أرى نجاسات بالحمام، أرى دماء، أرى الشياطين، يعني كنت أرى العارض نفسه يجي يحكي لي سأبعدك عن زوجك وأولادك وبيتك، يعني كنت معهم في العالم الآخر بالحلم، لكن الحمد لله. أنا أسألك سؤال، أنت يعني طبعا أنت المسجد الأقصى صليتي فيه قبل كده؟ نعم الحمد لله. جميل جدا. آخر مرة صليتي فيه إمتى؟ من سنة تقريبا. طيب. شوفي يا سيدتي الكريمة، يعني لازم تاخدي بالك يعني قاعدة مهمة. هو اللي ابتكر يعني اللي عمل السحر أساسا هو إبليس، يعني إبليس ساحر، تمام؟ نعم شايف كل اللي بيسمعني في البث الآن أو كل اللي بيستمع ليا كلهم مسحورين، مفيش حد اسمه مش مسحور، تمام؟ وحط على رأس المسحورين أنا. نعم إذا أنا اتخلصت من السحر اللي موجود عندي طلعت على عالم الملكوت. عارفة يعني إيه طلعت على عالم الملكوت؟ يعني معناته إن أنا أرى الملائكة وأرى الشياطين وأرى العالم الآخر. تمام؟ ومعناته إن أنا يعني بمعنى أصح إن أنا أنتقل من عالم الشهادة اللي إحنا فيه لعالم الغيب. أنا وممكن أرى، انتقل. لكن لست متأكدة أني أراهم هم على طبيعتهم، أرى لكن لست متأكدة لأني لا بتشوفي ايه؟ ايه اللي انت بتشوفيه؟ أرى. عندما أصلي تقريبا وأقرأ سورة القدر أو أدعو الله، أن معلش العارض خنقني، طيب ايه اللي انت بتشوفيه؟ ما علينا، ايه اللي انت بتشوفيه؟ أشوف أرى الملائكة، طب الملائكة بتشوفي صورتهم ايه؟ بشوفهم مثل الطيور، لها أجنحة وبيضاء وضخمة ولها أجنحة يعني، لكن لا أرى بالصورة لا أرى وجوها، لكن أراهم يأتون عندما أستنجد الله وعندما أقرأ أرى. نعم طيب انت عارف ان انت عارفه لو انت شفيت من السحر بتاعك ده يعني ممكن والعلم عند الله جل وعلا يعني هتظل فتره طويله جدا لو الخبيث اللي موجود جواك اللي في جسمك ده طلع او بمعنى صح انتصرت عليه قد تنتقل من عالم الشهاده اللي احنا فيه لعالم الغيب وممكن تنتقل لعالم غيب الغيب. فانت دلوقتي يعني اللي موجود جواك هو ساحر يعني مش شيطان، هو ساحر. فانت قلتي قبل كده ان انت يعني شفت شخص جالك في المنام وقال لك خلي الراجل ده نعم يرقيك. انت نعم كنت تعرفيني قبلها لا ولا كنت بتسمعيني؟ ما كنت أعرفك، لكن كنت يعني على الفيس كبس،
يعني شاهدتك، ما كنت أعرف يعني مين أنت ولا شيء، لكن أجتني رؤية إنه بالشخص هذا، وأشار إليك يعني بالصورة، إنه هذا اللي رأيتيه تواصلي معه وجعله يرقيكي. فتواصلت معك، وصراحة يعني الفترة قياسية عندما تواصلت معك، يعني سبحان الله، هذه تيسير من الله سبحانه وتعالى. طيب طيب يا ستي، احنا دلوقتي وأيضا لانه بالضبط، بالضبط أيضا أرى أشياء، يعني أرى أن أشخاص يأتوا ويقولوا لي بأن هذا الشخص عنده سحر في مثلا المحل الفلاني، ويعني وآخر مرة رأيت وجاء شخص يهددني ويقول لي لا تتدخلي في شغلنا وإلا سنقتلك، ورفعني في الحائط. فصراحة خفت، لم أقل للشخص هذا، يعني لا أعلم أنا أين، لا أعلم أنا في أي عالم، خائفة جدا، لا يعني خائف أن أدخل هذا العالم صراحة. هتدخل هذا العالم ازاي؟ يعني انت هل مثلا وانت ماشية في الطريق في مرة اكتشفت انك انت مش ماشية في عالم البشر، ماشية في عالم تاني غير عالم البشر؟ لا أن يعني أنه أن أقول لهذا الشخص أنه معك شيء، يعني من التهديد خفت أن أقول لهذا الشخص. طيب بص، انا عايز اقول لك على حاجة. هو اولا يعني سبحان الله واحنا ماشيين كده، يعني في اشخاص اساسا انت ممكن تقابلهم في الطريق وهم مش بشر، في ناس ممكن تقعدي معاهم هم مش بشر، فده حاجات احنا مالناش دعوه بيها. لكن اللي لنا دعوه بيه حاجه واحده فقط لا غير، ان انت نسبه 60% ل 70% من الاعراض اللي انت كانت بتحصل عليكي كلها اختفت، صحيح؟ الحمد لله. الله. طيب الحمد لله. اذا يا اختي الكريمه، انا كل اللي انا طالبه منك حاجه واحده فقط لا غير، ان مهما كان انا سايق عربيه وماشي بيها على طريق سريع، لو في حد مسك الدركسيون بتاع العربيه هنعمل حادث وهنموت، تمام؟ في حاجة جوايا عايزة تتكلم على لساني، لو أنا تركت لساني واتكلمت باللي هي عايزة تقوله معناته إن أنا بمكن الحاجة دي مني، صح ولا أنا غلطان؟ نعم. في شعور جوايا عايز يخليني إن أنا أرفع دراعي أو أحرك دراعي أو إن أنا أعمل علامة الإيه؟ عبادة العلامة دي. العلامة دي على فكرة كل من يفعلها، تمام؟ إما إن هو مسيطر عليه بسحر، واما ان يكون تبعهم، هو عمره ما هيكون تبعهم فهو مسيطر عليه بسحر. يعني بمعنى صح، سكران اي حد تشوفيه حتى ولو كان الحد ده يعني امام من الائمه المشهورين، لو شفتيه في الكلام عمل بصابعه كده فهو معناته، او اي يعني شفتيه عمل بصابعه كده فمعناته ان هو يعني مسحور او مسيطر عليه، او بمعنى صح يعني ما موجود، يعني موجود تحت النخبه. فانت عشان تخلصي من المشكله ديت، انا مش عايزك ان تخلي اي حاجه في جسمك نهائيا تسيطر عليك لا من قريب ولا من بعيد، وعايزك انك انت تكوني صاحبه قرار نفسك. والبرنامج اللي انا قلت لك عليه، هل مشيت عليه نعم واستمريت عليه؟ نعم عايزك تمشي عليه كمان مره لمده 40 يوم مع قراءه سوره البقره مره كل 3 ايام، تمام؟ بقرأها كل يوم بفضل الله، الحمد طب ما لله. شاء الله. اذا يا اختي الكريمه، ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك النصره والتأييد. كل اللي احنا طالبينه دلوقتي انك انت هتقولي حسبي الله ونعم الوكيل مره واحده، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم بعد ذلك مطلوب منك بس انك انت تغمضي عينك وما تشغليش بالك باي حاجه خلاص نهائيا، تمام؟ اغمضي عينك لا تفتحيها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله، قالوا انطقنا الله، قالوا انطقنا الله. الخبيث اللي موجود في الجسد يصعد الان، اصعد الان، اصعد الان، اصعد الآن. إني أدعوك إلى عبادة الله جل وعلا والكفر بالجبت والطاغوت. تكفر بالجبت والطاغوت؟ لو تكفر بالجبت والطاغوت، تكفر بالجبت والطاغوت، تكفر بالجبت والطاغوت. طيب لازلت بتؤمن بالجبت والطاغوت؟ طيب هما بيعملوا لك ايه؟ ايش اللي يقدموه ليك؟ او ايه اللي بيفيدوك بيه؟ ولا شيء. طيب وايش رأيك انك انت تروح لجسد من جسد الكفار؟ حتى هما قريبين منك، روح لجسد منهم، عيش وكل واشرب واستمتع، حتى ما راح تسمع اي كلام ولا ذكر الله جل وعلا. ليه ما تروح؟
لا، لأنك واحد منهم، هم واحد منك، تمام؟ فمش فارقة، لكن انتوا بس يعني عايزين المسلمات، صح؟ عايزين المسلمات بس. مين إلهك؟ مشرك ولا ليك إله واحد فقط؟ مشرك ولا ليك إله واحد فقط؟ أيوه، مين إلهك؟ انت بتقشر لي بصابعك، يعني رفعت لي رمز قرني الشيطان. طب الصبع الثالث ده يرمز لمين؟ كلمني، يعني انا اعرف كده رمز الشيطان. طب كده مين؟ كده مين؟ كده مين هذا؟ هذا من؟ ده يرمز لمن؟ خلاص انت تدعني فيها لهين. هذا من؟ ولا انت يهودي؟ يلا انت يهودي، يلا انت يهودي، انت كذاب. الشياطين اليهود مش فاضيين للشغلات بتاعتك دي، شياطين اليهود مش فاضيين. يالا انت كذاب، يالا انت كذاب، يالا كذاب. انت يهودي، يالا انت شيطان يهودي، انت شيطان يهودي. طيب وش اشر برمز عبادة الهك؟ لو انت اللي رشر برمز عبادة الهك، يلا اعمل لي التأشيرة بتاعت عبادة. أيوة، أشر، ارسم على الجسد، اعمل على الجسد عبادة إلهك اللي أنت بتعبده. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العز كل واحد بيسمعنا يا شباب، فضلا وليس أمرا، يعني السيدة الكريمة دي من فلسطين، كل اللي بيسمعني فضلا وليس امرا. وطبعا الشيطان اللي موجود يعني يدعي ان هو يهودي، ولكن هو مش يهودي، تمام؟ فالشياطين بتوع اليهود مش فاضيين للكلام الفاضي ده، عندهم مشاغل تانية كتير. فكل واحد بيسمعني يدعي دعوة كده بينه وبين نفسه على هذا الشيطان، وكل اعوانه، كل واحد بيسمعني يدعي دعوة، لعل لو عسى انك انت تكون دعوتك يعني سبحان الله هي سبب في شفائها. كل واحد يعني، انا مش عايزك انك انت حتى تكتب الدعوه على التكست، بينك وبين نفسك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادع دعوه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادع دعوه، يعني ادعي بظهر الغيب. وانا هقرا لمده 10 دقائق ايات قرانيه. فكل واحد بيعاني من سحر وعنده جن غير مسلم يستمع للايات اللي انا هقراها ديت، تمام؟ فكل واحد بيسمعني وعنده سحر او عنده جن غير مسلم يستمع للايات اللي انا هقراها ديت. فيا ريت كل واحد بس يدعي بظهر الغيب. انا ما بقولكش اكتب على التكست، بينك وبين نفسك كده، اما انك انت وانت بتستمع للايات القرانيه ادعي وقول ربنا يشفيها، ربنا يرفع عنها البلاء، اللهم مخلص النفس من النفس، خلص امتك من اسر هؤلاء. لان هؤلاء يعني سبحان الله دايما للاسف الشديد تجد ان غالب النساء المحجبات العفيفات هم من يصابوا بالسحر، لكن لو واحده متبرجه وطالعه شعرها هي اساسا مش محتاج الشيطان ان هو يسيطر عليها. كل أم يعني سبحان الله عايزة إن هي تربي أولادها تربية كويسة، تحافظ على زوجها، تصاب بالسحر. ودي طبعا يعني كل واحدة يعني عايزة إن هي تربي أولادها تربية كويسة، تحافظ على بيتها، تحافظ على زوجها، إن هي تعيش حياة في طاعة الله جل وعلا، لازم إن هم يعملوا لها سحر. وللأسف الشديد غالب من بعض هذه النساء يعني سبحان الله بتصاب بالسحر. فإحنا عايزين ندعي ربنا سبحانه وتعالى، لعل لو عسى أن يكون فيكم واحد يعني صادق، فأنت بظاهر الغيب ادعي كده، تمام؟ ادعي وأنت ساكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم،
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 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 إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين 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 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ولا هو أنا شفت سيدك قبل كده؟ أنا شفت سيدك في الحياة قبل كده؟ لا شفت سيدك في الحياة قبل كده؟ يعني أنا التقيت بالإله بتاعك في الحقيقة؟ التقيت بإلهك في الحقيقة؟ شفته ولا ما شفتوش؟ شفت إلهك؟ طب أنا كنت جند من جنوده في وقت من الأوقات؟ كنت من جنوده في وقت من الأوقات يلا؟ كنت من جنوده في وقت من الأوقات؟ طيب هو سيطر عليه في وقت من الأوقات؟ سيطر عليه في وقت من الأوقات؟ طب اسمع يلا، اطلع 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 ومشي. اطلع. اخرج وامشي اخرج وامشي اخرج يا اخي، روح لاي حد مشرك اخرج، اصل انت هتتعذب في الدنيا قبل الاخره. طيب اخرج بقى، اخرج اخرج وسيب الجسد وامشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه 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 ثم لننسفنه في اليم نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه 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 ثم لننسفنه في اليم نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه 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 ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له،
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. عايز تعرف سيدك هيعمل إيه معاك يوم القيامة؟ عايز تعرف سيدك هيعمل معاك يوم القيامة؟ قبل يوم القيامة، تعرف سيدك هيعمل معاك إيه؟ عايز تعرف سيدك هيعمل معاك إيه؟ طيب، عايز تعرف؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم لي. وقال الشيطان لما قضي الأمر، دي الخطبة اللي هتكون فيكم إن شاء الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم لي فاستجبتم لي فاستجبتم لي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم فأخلفتكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم فأخلفتكم، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني أخاف الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وإني جار لكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم،
فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب موسى وهارون. اللهم اشفع أمتك عدوك وتمشي إلى صلاة. طيب يا أستاذة، سمعني؟ نعم سمعتك. سمعني؟ نعم سمعتك طيب أنا عايزك تمشي على نفس البرنامج اللي أنا قلت لك عليه 40 يوم. بإذن الله. دلوقتي هتبص تلاقي، يعني ما تخليش أي حاجة تسيطر عليك نهائيا. في دلوقتي حركي جسمك هتلاقي جسمك خفيف جدا، صحيح؟ عندي بس وجع الرأس زاد. وفين زاد وجع الراس؟ في الجبهة؟ طيب قولي بسم الله. بسم الله قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. طيب قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. طيب انظر إلى النصيحة بتاعتي كده. انظر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، 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 لنسفعا بالناصية. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، 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 يؤخذ من ناصيته وقدمه بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب بما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون. رجلك بتشد عليك الآن، صحيح؟ لا تمي وأسناني بشد. طيب بسم الله. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله. وقال لا تجدن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا. يعدو ما يمنين وما يعدو الشيطان ولا غرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن ذريته. اللهم لا تجعل لهذا الخبيث احتناكا في فمها يا رب. آمين. سنانك فكت يا أستاذ. اللهم لا تجعل لهذا الخبيث احتناكا له، اللهم لا تجعل لها احتناكا في فمها، اللهم لا تجعل لها احتناكا في فمها. سمعني يا أستاذة؟ نعم سمعتك، بس هو بحرك في تمه وبيعمل أشكال وأشياء. لا بص يا استاذ، احنا قلنا انت راكبه عربيه، ليه تخلي حد يمسك؟ ما تخلي حد يتحكم فيكي تمام لو سمحتي. بإذن الله. طب بص يا استاذه، اول حاجه 40 يوم هتمشي على البرنامج اللي انا قلت لك عليه، وخلاص كده كل التاثيرات اللي كان بيعملها معاكي خلاص اختفت، لكن احنا عايزين نخرجه خلاص من الجسد. وعشان يطلع اول حاجه عايزك انك انت تعملي حجامه في الايام القمريه اللي جايه، في الايام بتاعتها اللي جايه، إن شاء ثم الله. بعد ذلك تمشي على نفس البرنامج. والامر الاخير ما ابيك ضفرك طويله ولا قصيره؟ لا قصير. طيب ما ابيك انك انت نهائيا تيجي يم شعر حواجبك، ما خلي بعمل الشعر ما تمام بعمل تمام خلي حواجبك تطلع طبيعيه نهائيا، لا تلمسيها نهائيا. ما طيب بعمل الحمد طيب لله. جميل جدا. لمدة 40 يوم استمر على اللي أنا قلت لك عليه دهوت، لله. وبعد ال 40 يوم هنعمل لك قراءة تانية، مش هتلاقي في شيء عندك نهائيا، ولو بقى في أشياء فهتلاقيها طفيفة ما زي الأول، وما راح تلقي بيتحكم فيك مرة تانية، خلاص كده التحكمات بتاعته انتهت. وده حصل معاك من المرة الأولى مش من المرة التانية ديت، لكن نعم أبيك إنك أنت تكوني أقوى من ذلك، نعم والطاعة والذكر أهم حاجة، التسبيح. طيب الحمد السلام لله. عليكم.